شكرا لك زميلي احمد، دائما مع ردود الافعال. جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي، مباراه اكيد لم تكن سهله امام وصيف متصدر المجموعه، هل تعتقد ان المنتخب المغربي كان يستحق اليوم الخروج بنتيجه فوز والوصول للنقطه التاسعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لنا تنظن بان الاهداف في هذه المباراه حققناها، كنا تنبحثوا على اننا ما نغادروش مدينه الدار البيضاء، نبقاو في مدينه الدار البيضاء. الحمد لله اننا بقينا متصدرين المجموعه ديالنا، ما تصاب لنا حتى لاعب، ما خديناش انذارات، ثم شاركنا اكبر عدد من اللاعبين باش ياخذوا الايقاع، لان الايقاع ديال المباراه ماشي سهل. شفتي كيفاش ان مجموعه ديال اللاعبين لقاو صعوبات في البدايه، ولكن على الاقل خداو لي روبير ديالهم، خداو الايقاع ديال المباراه، وهذا مهم جدا بالنسبه لنا. طلبنا من اللاعبين في الشوط الثاني اننا نرفعوا من الايقاع، خاصه في الثلث الاخير ندوزو بار دي ديفياسيون، لان الدفاع ديال السودان واقف تنتظرنا، وبالتالي خصنا نباغتهم بسرعه. طلبنا منهم ان لي زاتاكون يدوزو بدي ديفياسيون، مشيو في العمق، ضربة جزاء جات ولكن ما ضيعناها. تنظن بان خلات اللعابه شويه انهم ما يبقاوش واخدين المبادره اكثر. في الاخر درنا تغييرات باش نحاولوا اننا ناخذوا منتخب السودان من الفرديه ديال اللاعبين المهاجمين ديالنا، ولكن منتخب خطير لانه في الاخر كان ممكن يسجل لنا هدف. الحمد لله اننا نهينا هذا الدور هذا بالاهداف المسطره. نتمنى ان شاء الله ان الجمهور اللي جا اليوم وما ما تمتعش باهداف انه يجي ان شاء الله المباراه المقبله ونكونوا في المستوى ونشرفوا، لانه تيستحق ان شاء الله اننا نكونوا في المستوى. طبعا شكرا الزميل ياسين معراش على هذا اللقاء. اذا مشاهدينا في الختام نذكر بنتائج